تكريمي على شرف هؤلاء النسوة. ارتأت جمعية اقرأوا بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على تنظيم مسابقة ولائية لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لفصول محو الأمية، جرت وقائعها يوم 3 ديسمبر 2016 بأربع دوائر وهي غليزان، زمورة، ودرهي وعمي موسى. شارك في هذه المسابقة حوالي 285 امرأة. قررنا به درنا مسابقة لحفظ القرآن في محو الأمية بالتنسيق مع جمعية اقرأ وشؤون الدينية. الحمد لله كان عندنا ناجحات في الحديث النبوي الشريف وفي القرآن الكريم. كانوا ماهوش حافظين، وحنا نقولوا بفضل ربي سبحانه وحنا المعلمين والإطارات اللي ما كانتش حرف تكتبوا، الحمد لله راهي وراكم تشوفوا بعينيكم. ديت جائزة حفظ القرآن وما كناش نعرفوا نقراوا، ودروك الحمد لله وتبارك الله فيكم، وربي يحفظكم ويشد لنا فيكم ان شاء الله للجميع، وربي يحفظ بوتفليقه ان شاء الله ويشافيه، هو اللي دار لنا هذا الحم الاميه هذا. نشكر المعلمين تاع نحو الاميه اللي علمونا، كنا ما كناش حرف ما كناش نعرفوه، بصح الحمد لله بمناسبه تاع الاميه رانا الحمد لله رانا نحفظوا ورانا ملاح. نشكر المعلمه تاعنا ونشكر وزاره الشؤون الدينيه.